السكانية العالية بتاعها بالوضعية معناتها الاقتصادية والاجتماعية دوك، وخاصة بعد تقسيم الترابي اللي تقسمت فيه البلدية إلى زوج بلديات، بلدية التضامن وبلدية المهنة. وفي واقع معناتها يعيشوا الشباب خاصة والمساكنين بصفة عامة في معناتها ضعف معناتها الفضاءات العمومية، ضعف معناتها يعني الفرص نتاع النشاط ونتاع التكوين والتأهيل وغيره وغيره وغيره. دونك نلقاو المجتمع المدني اللي يشارك معناتها بمجهود في تأطير الشباب وتكوينه وتوعيته وتعزيز المشاركة نتاعو في تحسين ظروف العيش عند المواطنين. في السنوات الأخرى فما وعي ديزي ضرورة العمل والترجاع على مستوى المحلي وترسيخ مبدأ اللامركزية. لاحظنا زادة تدني مشاركة المواطن في المشاركة في القرار المحلي، ولقينا أنجى وسيلة هي المساهمة الاجتماعية وأيضا تفعيل مشاركة المواطن وتقريب المواطن من المسؤولين البلدية ومن البلدية بصفة عامة. أكسيون كوليكتيف سيت التضامن هو مشروع تنظيم منتدى الجاحظ بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. يأتي هذا المشروع في إطار تعزيز الديمقراطية التشاركية ويهدف بالأساس إلى دعم آليات الشفافية والمساهمة الاجتماعية. المبادرة هذه كانت فرصة لخلق فضاء تاع تواصل مهم بين البلدية وبين الشباب، فضاء معناتها التواصل فعال وبناء اللي خرجت منه معناتها افكار جيده وافكار حلوه قادره تطبق، قادره معناتها تكون عندها تاثير حقيقي في المنطقه. اعتمدنا خلال هذا المشروع على مقاربه تشاركيه، كان هناك تفاعل من عده اطراف. اولا البلديه بما انها هي الجهه اللي تقدم الخدمات، ثم عينا عن متسكني حي التضامن وقسمناهم الى قسمين. القسم الاول هما الفاعلين المحليين بالجهه نظرا لدورهم الهام في التاثير، والشباب المنطقه ايمانا منا بدورهم في النهوض بالجهه نتاعهم. الخاصيه ولا الميزه نتاع المنهجيه هذه انها تشاركيه بامتياز، الاطراف الكل داخل فيها، الاطراف الكل تعطي راي. الميزه الاخرى انه تخلي البلديه تسمع معناتها المستعملين نتاع الخدمات كيفاش ينظروا كيفاش يقيموا معناتها جودة الخدمة هذايا، ويتحصلوا على معناتها الفيدباك نتاعهم والمقترحات نتاعهم العملية. وهي وسيلة زادة لتقريب أطراف الكل من بعضهم وبناء الثقة والعمل المشترك على تحسين جودة الحياة في المدينة. يرتكز هذا المشروع على التقييم المجتمعي لثلاثة خدمات بلدية اللي هما النظافة، الإنارة العمومية، وخدمات الحالة المدنية. واعتمدنا فيه على آلية بطاقة التقييم. بطاقة التقييم هذه تم اعتمادها بعد عدة جلسات مع المسؤولين عن خدمة البلدية ومع الشباب بحي التضامن لتحديد المؤشرات اللازمة لقياس أو تقييم كل خدمة من هذه الخدمات. بالنسبة لبطاقة التقييم المصنعة ضمنت مؤشرات يقيم بها المواطن الخدمات البلدية، كما ضمنت زادة مؤشرات يتم بها تقييم وعي وسلوك المواطن. في مرحلة أخرى تم تحليل البيانات باستعمال أسئلة أخرى اللي ساعدنا مثلا في معرفة نسبة حضور المواطنين في الاجتماعات اللي تنظمها البلدية، وهل النسبة هذه تتأثر مثلا بمتغيرات كما الجنس وإلا الفئة العمرية وإلا العمادة اللي المواطن يسكن فيها وإلا النشاط في المجتمع المدني أو غيره. مرحلة تحليل البيانات هذه ساعدتنا في أن نصيغوا عدة مقترحات وتوصيات قدمها منتدى الجاحظ للبلدية وتم نقاش فيها، وإن شاء الله يعتمدوا معناها بعضها أو معظمها. البلدية وافقت على إدراج بطاقة التقييم المجتمعي في الموقع الخاص بها واللي هو الآن في طور التحليل والتحسين. ثم رغبة وثم إرادة عند المسؤولين البلديين في المنطقة على معناتها مد إيديهم للمجتمع المدني والمواطنين وتحسين للتحسين والتطوير، ورغم اللي كانوا أكيد الصعوبات والنقص في الإمكانيات دي ما معناتها موجود. إن شاء الله
الايام المقبله باش نحسنوا من العمل نتاعنا، وان شاء الله في التخييم الثاني اللي باش تقوم به الجمعيه ان شاء الله نلقاو تحسن في فكر ومردوديه فكر المواطن ومردوديه البلديه، حتى يتسنى لنا من تقديم دائما الافضل للمواطنين وللاهالي في بلديه التضامن بحكم الامكانيات اللي ان شاء الله باش تتوفر في القريب العاجل، وان شاء الله ربي وفقنا اجمعين، والايام القادمه ستثبت مدى جديه العمل اللي تقوم به الجمعيه والبلديه في امن واحد.